من قريته جاء غريبا إلى المدينة، وانكسر قلبه بقصة حب لم تكتمل. ناصر العقاد نادى بإطلاق الشواطئ عارية، ورأى في الماسونية بلسما لجراح الإنسانية. فقد قمنا بتطهير أنفسنا. اندلعت ثورة يوليو تموز، انضم لها، طالب بضرب العمال المتظاهرين بقوة، وتم إعدامهم. اختلف مع جمال عبد الناصر وانضم للجماعة، صار أحد منظري القتل فوق الكوكب. ما يقرب من 60 عاماً فصلت الطفل الذي ولد بقرية موشا بأسيوط عام 1906 عن قاع هذه الزنزانة الأخيرة، وذلك عقب مذكرة من المباحث الجنائية العسكرية بخصوص إعادة تنظيم جماعة الإخوان المنحلة لنفسها على نحو مسلح لتنفيذ اغتيالات وتدمير منشآت حيوية للاستيلاء بالقوة على حكم البلاد. وتباعاً انكشف كل غطاء، ألقي القبض على أقطاب تنظيم عرف إعلامياً باسم تنظيم 65، وخلف جدران السجن الحربي مثل الجميع للتحقيق: زينب وعشماوي، هواش وحميدة وآخرون. وكان على قائد التنظيم وصاحب الاسم الأشهر بينهم المتهم سيد قطب إبراهيم الاعتراف تفصيلاً وبكل شيء، وأن يجيب على السؤال الأهم: ما العمليات التي تقرر القيام بها عند كشف التنظيم؟ سنوات كثيرة مرت عليه قبل أن يدلي بأقواله ويوقع عليها. من أسرة ميسورة جاء سيد قطب من الصعيد إلى القاهرة طالباً عام 1920. استكمل تعليمه حتى تخرج في كلية دار العلوم عام 1933. انشغل بكسب العيش وعمل مدرساً ابتدائياً، ولم يبدي أي اهتمام بالجماعة الجديدة التي شكلها في تلك السنوات مدرس آخر اسمه حسن البنا. قطب الذي ارتقى إلى ديوان وزارة المعارف موظفاً كان منجذباً منذ البدء إلى الكتابة في الصحافة والأدب. راسل الصحف حول شؤون المعلمين والطلاب وشكاوى سكان منطقة حلوان التي يقطنها. هكذا سجل لنا أرشيف الصحافة المصرية أولى مكاتبات قطب لبريد قراء جريدة الأهرام القاهرية. لم يكن قطب قد انشغل بعد بشؤون الدم. سيد قطب شخصية قلقة، وهناك فارق كبير بين الشخصية القلقة وبين الشخصية المستقرة الآمنة. سبب أنه شخصية قلقة أننا كلما أردنا أن نغوص وراء تيار من تيارات التكفير والقتل والدماء وجدنا السهم يشير إلى سيد قطب. من اللحظة الأولى كان بيعتقد أنه شخص صاحب رسالة، وبالتالي تكوينه النفسي، احنا في الدراما دايما بنقول انه لازم الفعل يكون ابن تاريخ درامي،
فهو سيد قطب من اللحظة الأولى في أفعاله هو هيئ نفسه لفكرة أنه صاحب رسالة. يعني أنت حتى ودي يمكن حد الناس كتير ما تاخدش بالها منه، يعني أول كتاب لسيد قطب اسمه مهمة الشعر في الحياة، فهو عامله هو في نهائي دار علوم، يعني في سنة رابعة دار علوم. فكرة أنك تضع لنفسك مهمة فأنت تنظر لنفسك باعتبارك صاحب رسالة، وده أمر مبكر جدا، ده في سنة 33 أو 32 كمان. الحب عز وهنا وفيه مذلة وشقا. مبكرا وقع قطب أدبيا في غرام كتابات المفكر عباس محمود العقاد، اعتبر نفسه مريدا في محراب عملاق الأدب العربي. ظل يشرح مقالاته ويعيد تلخيص أطروحاته، حتى إنه لما كتب روايته الوحيدة أشواك بدت شديدة الشبه برواية العقاد الوحيدة سارة. اي حد هيقراها مش هيقدر يكملها غير بصعوبه شديده جدا، وما بتتقريش غير لان هي اللي كاتبها سيد قطب اللي هو المفروض ان هو راجل كاتب حاجات تانية ذات اهميه. مين اللي ادرك ده؟ كل اللي علقوا عليها علقوا بانها ضعيفه. في حد تاني ادرك انها روايه ضعيفه؟ مين؟ سيد قطب. سيد قطب كان عارف ان هو كاتب روايه ضعيفه. سيد قطب ما فكرش ان هو يكتب روايه تاني، خلاص هو وقف عند اللحظه دي وتجاوز النقطه دي. لغه الادبيه سواء حتى في الشعر او في الروايه هي لغه ارشاديه، هي لغه مصمته تماما، لغه بنسميها لغه خشبيه لانها لغه يقين. الادب مبني على الشك مش مبني على اليقين، لانه اللي بيكون بطل ادبي سواء داخل قصيده او داخل روايه عنده اسئله ما عندوش اجابات. سيد قطب كان عنده اجابات، والاجابات دي سببها تصوره عن نفسه. انبهار قطب بالعقاد لم يحل دون تتبعه أدب طه حسين وكتابه الشهير الأيام، والذي كتب على منواله طفل من القرية، مصدرا الكتاب بإهداء صريح لعميد الأدب العربي. رأى البعض أيضا أن قطب حين كتب العدالة الاجتماعية في الإسلام كان مقتفياً لأثر طه حسين وكتابه المعذبون في الأرض. ليبقى سؤال، هل كان المنتج الأدبي لسيد قطب في مجمله مجرد إعادة طرح لأفكار غيره؟ شخصية سيد قطب هو ليس خالصاً، لا ينبع من تكوينه بالكامل، هو يبحث عن نفسه في أطر أكبر، يستدعي قراءات تاريخية تسند شخصيته، يستدعي تنظيمات قائمة بالفعل يحاول أن يتخذ منها حضانة، يستدعي شخصيات ذات عباءات كبيرة زي مجايلينه أو مجايليه من كتاب وأساتذة ومفكرين طه حسين العقاد. هذه العباءات الضخمة العملاقة بمعرفتها وعلمها وقدرتها على التطور واتخاذ مواقف نقدية كده، دي عباءات مريحة لشخصية قلقة كشخصية سيد قطب، يحتاج إلى أن يستدعي منها ويستعير منها ما يمكنه من التكون. في عام 1948 ابتعثت وزارة المعارف موظفها سيد قطب إلى كلورادو بالولايات المتحدة الأمريكية للدراسة وهو بالثانية والأربعين من عمره، ولم يكف عن الكتابة من هناك. صفحات جريدة الأهرام القاهرية تسجل لنا 9 مقالات كتبها قطب عن أمريكا التي رآها. العناوين 3 الأبرز كانت: معنى الحرية في أمريكا، معنى الديمقراطية في أمريكا، كيف يكافحون الشيوعية في أمريكا. هنحكي حدوتة اللي بيحكيها سيد قطب، وبيقول أنه كان في أمريكا في الأربعينات. إيه اللي حصل؟ هو كان في مستشفى، فالناس فرحانة جداً لمقتل واحد في مصر. الناس في أمريكا فرحانين جداً عشان في واحد في مصر مات. ده إمتى؟ ده مش النهاردة، في الأربعينات. ومين اللي مات؟ هو بيسأل بقى، فقالوا ده حسن البنا مات، والناس فرحانة قوي، فهو عارف من في الأمريكان أصلاً يعني.
ولا الامريكان فرحانين، والامريكان دول مش مثلا صحفي امريكي مهتم بشؤون الشرق الاوسط، لا ده الممرضات اللي ماشيين جوه المستشفى في مستشفى عارفين ان حسن البنا مات، فهم بقى فرحانين لان ده اللي كان هيوحد المسلمين. والمشكله ان الكلام ده بيلقى رواج عظيم جدا عند الاسلاميين. المشكله ان الكلام ده اللي حاكيه مين؟ هو سيد قطب فعلا. هو فعلا بيقول ان مستشفيات امريكا الممرضات كانوا فرحانين جدا بانفتاح مصر، وده طبعا عظيم جدا بيرضي الغرور الاخواني اللي هو يا ده الناس يعني فرحانه لهذا الدرجه في قاره تانية في العالم الجديد. يعني في حاجات بتتحكي وهي ما فيهاش اي قدر من المنطق، والحاجات دي هي مسلم بيها عند الاسلاميين. انا مش من الاشخاص اللي معتقدين ان تحول سيد قطب جه من امريكا خالص. سيد قطب تحولا تدريجيا، ده جزء اصلا من صراعات البطل الدرامي. تطرفه ده كان تطرف تدريجي، هو بينميه زي أي بذرة تنتهي بنا إلى شجرة وإلى غابة. فهي بذرة التمرد الأولى كانت متعلقة بالأفكار اللي متعلقة بالأدب. ومع عبور قطب للأطلسي من جديد لم تعد مصر أبداً كما كانت. كان فرجه قريب وسميع ومجيب، الجيش ونجيب عملوا الترتيب. في صباح 23 من يوليو تموز عام 1952 يطاح بالملك فاروق ويتولى تنظيم الضباط الأحرار حكم البلاد. وبصورة ما ووسط مجلس قيادة الثورة الذي ضم طيفاً سياسياً شديد التباين من اليمين إلى اليسار، وبدعم مباشر من القائد الفعلي جمال عبد الناصر، وجد سيد قطب لنفسه موطئ قدم. فعلى طول فورا كتب لهم قائمه على ما اتذكر باسماء المغنيين الذين ينبغي ان يمنعوا من الاذاعه، الافكار الدراميه التي لا بد ان يتم انتاجها كاعمال دراميه. هو كان معتقد ان الضباط دول اللي ما حدش عارف لهم هويه، فيهم شوية شيوعيين على شوية إخوان مسلمين على شوية مصر فتاة، ما عندهمش برنامج. فهو الراجل راح لهم بالبرنامج، أنا عندي برنامج، تعالوا بقى إيه نفذوا هذا البرنامج. كان متهيأ له إن جمال عبد الناصر هيعين وزير التربية والتعليم في هذا الوقت، لأنه كان بيعشق هذا المنصب حسب كلامه حسب معتقدات. السيد قطب قرب قوي في لحظة معينة، هو كان متصور إن هو مع مجموعة من الشباب الصغير لهم مقاريين ولهم عارفين، بينما أنا رجل مثقف وقارئ وأديب وبكتب في أماكن معينة، فهم هيسمعوا لي. ده طبعا كان أولا عجز عن قراية المشهد. احنا نتكلم عن خالد محي الدين الرجل اليساري، عبد الناصر اللي انضم لكذا تنظيم قبل كده، السادات اللي بيشتغل في العمل السياسي من فترة طويلة جدا وعمل عمليات فعلا. احنا نتكلم عن ناس هم عندهم رؤية وعايزين ينفذوها، ومش محتاجين منك ان انت تقول لهم يمين وشمال. بينما هو تصور سيد قطب ان هو الراجل الملهم الاستاذ، زي ما كان الاخوان بعد كده بقوا يسموه الاستاذ. شارك قطب في خوض المعارك المبكره لمجلس قياده الثوره، حتى انه شجع على اعدام العاملين خميس والبقري بكفر الدوار، وانضم لهيئه التحرير. كل ذلك قبل اكتشافه أن عبد الناصر لن يمنحه ما يريد. وتجاوز عبد الناصر في تشكيلاته الوزارية، بالذات لما كان رئيس وزارة، سيد قطب تماما فأهمله. سيد قطب لم يغفر لعبد الناصر هذا الإهمال، وظل على نقيض تماما مع مشروع الثورة، رغبة في أن يكون مرشداً للضباط الأحرار. ولما مشروع الضباط الأحرار تجاوز رغبات سيد قطب، تحول إلى خصم لجمال عبد الناصر والضباط. الوهم اللي كان في دماغ سيد قطب هو اللي خلق الصدام. مش هيسمعوك وانت ما عندكش بالنسبة لهم الأهمية اللي متخيلة دي. وسط كل هذا الصخب، قطب بسنواته التي قاربت الخمسين لم يكن حتى هذه اللحظة قد اقترن بامرأة يبوح لها
بخيبة تطلعاته حيال ضباط يوليو تموز. سيد قطب لم يكن في حياته إناس يمكن قصص حب مجهدة أو مشروع جواز حد اتكلم عنه قبل ما يدخل في قضية 54 مباشرة. هو عاش وحيد حتى من الناحية البسيطة خالص قبل الأفكار وكده، ما اتجوزش، يعني هو ما عرفش يعني إيه امرأة في حياته إلا تجربة كده، هو شاب صغير قوي يعني 13 وحاجات كده، وتجربة لما راح أمريكا كانت مجهلة تجربة، إنما ما انتماش إلى أسرة، ما انتماش إلى صدر حنون، ما انتماش إلى أخره، فكان محتاج إن حد يشوفه ويسقف له. فالحد ده طلع إن هو جماهير بيضربوا تعظيم سلام بدل ما يتحاوروا في فكره يعني. وكانت الجماعة الصدر الحنون. اتخذ قطب قراره الأخطر بالانضمام إلى أبرز خصوم جمال عبد الناصر الإخوان المسلمين، وترأس تحرير صحيفتهم. مذكرة إدارة المباحث العامة فرع النشاط الداخلي والتي مهرت بكلمتي سري جدا، سجلت عن بدء انضمام قطب للجماعة قائلة: لم يكن انضمامه للإخوان عن عقيدة إخوانية، ولم يكن له سلطة توجيهية على قاعدة الإخوان. الصعيدي الكامن في شخص ناصر سيدرك تماماً مقصد الصعيدي الكامن في أعماق قطب بهذه النقلة الحادة فوق رقعة الشطرنج السياسي. كاريزمة جمال عبد الناصر في هذا الوقت والطرح اللي هو يعتبر زي ما بنقول في العلوم السياسية بيج ناراتيف أو مروية كبرى اللي بيقدمه جمال عبد الناصر، استفز الكاريزما الكامنة داخل حد زي سيد قطب. حلمه بالزعامة وبأن يكون له مروية كبرى يضرب بها المروية المطروحة ويقدم نفسه بها هو الآخر. بالعكس، ده ربما لو لم يكن أمامه شخصية استفزازية الكاريزما كجمال عبد الناصر ربما لم يكن يتألق بهذه الدرجة. لا، ده أنت ستخرج ما في جعبتك، دعني أنا الآخر أخرج ما في جعبتي. وإن كان طرحك مستند على جمالية المساواة والعدالة الاجتماعية يا عبد الناصر، فأنا طرحي مستند على شاعرية العدالة من منظور إسلامي وشاعرية الفكر الجهادي بكل ما يحمل. خلينا ما ننساش أنه مصر في هذه الفترة كانت خارجة يدوبها من تحت عباءة الخلافة الإسلامية، لسه هويتها الجديدة بتتكشف وبتتشكل. فهو جاي طرق على خلينا نقول النيرف العريان أو الوتر الحساس في هوية الأمة المصرية في ذلك الوقت اللي هو المكون الإسلامي. صادف انضمام قطب للإخوان قبولاً بالمزاج العام للجماعة. يعبر الشيخ يوسف القرضاوي في مذكراته بأن الأوساط الإسلامية استقبلت التحاق قطب وكأنها عدالة الأقدار التي عوضت التيار الإسلامي بقطب بعدما غادره الكاتب والمفكر خالد محمد خالد إلى غير رجعة. بل لقد لعب نص إهداء قطب لكتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام دوراً بارزاً في التهيئة لمثل هذه اللحظة التي قوبلت باحتفاء كبير. أهدى قطب كتابه إلى فتية لمحهم في خياله قادمين، فوجدهم في واقع الحياة قائمين. ظن شباب الإخوان أن قطب كان مبكراً يقصدهم بتلك الكلمات. احنا قدام طرفين محتاجين بعض. سيد قطب كان عنده تصور الى الفتية الذين اراهم بعين الخيال، هو محتاج ناس عنده مجموعة افكار ومحتاج ناس تطبق له الافكار دي، وقدام تنظيم بقيادة لا تملك اي كاريزما، تنظيم عجوز محتاج حد براق يبقى موجود. حد البراق ده كان سيد قطب، وهو محتاجهم، يعني هو محتاج الراجل محتاج يبقى قائد. الاخوان في هذه الفترة
كان لديهم مرشد خافت. المرشد لا يقدم نفسه إلا بشيء من التحفظ الكبير، كانوا يفكر دائما بعقلية القاضي. فهو استشعر أن هذه الجماعة بحاجة إلى زعيم. هو تدرج في التسلط إلى أن وصل إلى الدرجة اللي صدق فيه، يعني تماهى مع فكرة أنا الأندلس. هو تماهى مع فكرة أنه أنا رأساً برأس مع رأس الدولة، أنا لا أقل من عبد الناصر، سلطتي لا تقل عن سلطة عبد الناصر. أنا أستطيع أن إذا كان يعني أنا أناطح هذا الرجل، وهذا الرجل التخلص منه هو ما يفسح لي المجال لمزيد من التسلط. هذا جنون، هذا جنون استفحل مع الوقت في بيئته المغلقة التي تغذي جنونه. صار الإخوان على قناعة أن شخص جمال ليس جسراً نحو أحلامهم بقدر ما هو حجر عثرة. لذلك وفي مساء 26 من أكتوبر تشرين الأول عام 1954 نفذت الجماعة خطة لاغتيال رئيس وزراء مصر آنذاك جمال عبد الناصر. طلعنا الساعة 2 وزلت ركبنا القطر من محطة مصر، نزلنا اسكندرية، خدنا المترو ونزلنا في المشي في لوكاتنا اسمها سعادة، عنوانها معانا ورا التمثال على طول. روحنا اللوكاتنا ديت لقينا ناس بيستنونا ومجهزين لنا حجز وكل حاجة، اتغدينا واستريحنا وكل حاجة وكده. ونزلنا الساعة 7:30. أثناء خطبته بساحة ميدان المنشية بالإسكندرية احتفاء بتوقيع اتفاقية جلاء البريطانيين عن مصر، أطلق الإخواني محمود عبد اللطيف 8 رصاصات باتجاه ناصر. أيها الرجال فليبقى كل في مكانه، دمي فداه لكم، حياتي فداه لكم، دمي فداه مصر، حياتي فداه مصر، فليقتلوني فليقتلوني. احنا عارفين عشان تقدير نحن الرصاصة تيجي صح وخدناها يبقى هنا حتى نجي. هو لابس جاكيت كاكي، زمان كان واسع عليه، كان عمره ضعيف شوية، كان جسمه ضعيف شوية، كان رفيع كده، فنازل كده. احنا واقفين تشريفا ومعانا السلاح ولا حاجة خالص، ما عدا اللي كان في البر الثاني في الناحية الثانية على الشمال على اليمين كان محمد علي النصيري، كان لابس حزام ناسف وكان هياخد قبر من أنور حافظ معانا، يعني زمان محمد محمد. ساعة ما حصل ضرب ما بقولش حاجة، واللي هيديله قبر ما بقولش حاجة، لخبطه لصرخة عبد الناصر لوحديها. ساعة ما جه ضرب كان عبد الناصر بيخطب في عامل كده، فأصبحت هي خلاص بعد راس حاجة، بس هي بسرعة يعني راح ضرب أو طلع بعدها كده. هو كان رفيع عبد الناصر طويل، وراها بالظبط اتنين اعضاء الثوره جنب بعض، الصحاب الحكيم عامر وقاضي جناح جمال سالم، كانوا طول بعض كده، راح داخله لازعت كتافه كده، وراها بمسافه زي اخر الباب ده واقف بتاع رئيس هيئه التحرير هناك او سكرتير هيئه التحرير اللي كان اسمه احمد بدر، راح تجرب عدت هنا وهي واحده الثانية عدت من فوق كتف عبد الناصر، جت في البرغاني حمزة كان قاعد على الكرسي ورا فوق بتاع السودان، كان جاي ضيف يعني. بعد كده طلعت جت في النجف اللي كان فوق، النجف كان تصير بتاع زمان تخيل كده، بيطلع شرف مات فيها 7. ولم يغادر الرئيس جمال مدينة الإسكندرية قبل أن يطمئن بنفسه على الذين أصيبوا في حادث الاعتداء المنكر، فتوجه إلى مستشفى المواساة. فشل مخطط الاغتيال، أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بحل الجماعة للمرة الثانية في تاريخها، تشكلت محكمة الشعب وحوكم متهم المنشية. لما جينا في المحكمة قبض علينا وجينا في المحكمة واعترفنا بكل اللي حصل بكل وضوح، في فيلا دخلناها
كان تحت اسمه الدكتور حسن صبري. حسن ده كان بيتخبى هناك، ده المرشد العام يعني. ده بقى بارك الله فيكم، وانا بركة الله وشكرا تمام. لازم يبسم هو الاخر يعني عشان انا ما حصلش، لان احنا بعد كده لما قلنا حصل كذا حلف على المصحف انه ما حصل. خلى داود خلى ده محمود عبد اللطيف قال له يا كافر يا ابدك، ورحمت على وشه. صدم المتهم محمود عبد اللطيف من انكار المرشد وبخط يده، تمنى نادما لو انه اطلق رصاصاته في صدور من حرضوه، واصفا جماعته بجماعه الاخوان الشياطين. طبعا احنا قعدنا 21 يوم في غرفه الاعدام في القلعه رميت بالرصاص، على ما جم عرضوا الاحكام على الحاكم العسكري العام وكان وين عبد الناصر، فقال لا الشباب لا، انا وانور حافظ ومحمد علي النصيري، قال لا اللي ضربوا هاتوه. فتعادل فيها هداوه دوير بشفته المحرض والمشرف ومحمد عبد اللطيف طبعا وعبد القادر هاوي، هذا كله عذاب بس سبعه، والحكم على عذاب سبعه واللي عذبوا ثلاثه، اي كلام غير كده ما حصلش. دخلت الجماعة ومرشدها إلى نفق مظلم برفقة الوافد الجديد قطب، الذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً بوصفه رئيساً لقسم المنشورات في الجماعة، تلك المنشورات التي كانت تحرض ضد رجال الثورة. جمال عبد الناصر كان يعرف التنظيمات السرية كلها قبل الثورة، وكان يعرف تنظيم الإخوان المسلمين، ومن ثم وجد أن تنظيم الإخوان المسلمين إذا لم يتم دمجه داخل الدولة المصرية سيصبح تهديداً عليها، ومن هنا كانت المواجهة الكبيرة التي حصلت. طبعاً ما فجر المواجهة بين التنظيمين محاولة قتل عبد الناصر سنة 54، وبالتالي تم القبض على سيد قطب سنة 54 مع المجموعات اللي قبض عليها، وظل في السجن 10 سنوات. جماعة الإخوان في تلك المرحلة داخل السجون أو خارج السجون بدأوا يفكروا في هل جمال عبد الناصر يصح أن نطلق عليه إن هو مسلم؟ لأن هو اعتبروا إن هو خان الأمانة وإن هو حانس لليمين وإن هو خالف بيعة المرشد من وجهة نظرهم يعني. فبدأ التفكير في فكرة الخلاص من عبد الناصر ونظام الرئيس جمال عبد الناصر في تلك المرحلة، فبدأ يتبلور لديهم فكرة التكفير وان جمال عبد الناصر عدو للاسلام وعدو للمسلمين، فبداوا ياخدوا موقف حاد منه وبدا يترجم بشكل حقيقي لعمليه العنف المسلح وفكره الاغتيالات ضد جمال عبد الناصر ورموز النظام في تلك المرحله. خلف اسوار ليمان ترى وجدران مصحتها لم يعامل سيد قطب كمسجون عادي، كانت له حرية البحث والمطالعة والكتابة، لكن أفكاره عقب السنوات الأولى شرعت في التوحش، ثم صارت أكثر تشرساً حين التقى بظله الذي رافقه حتى النهاية، محمد يوسف أحمد هواش، الشريك الرئيس في الأفكار والمخططات. الوثيقة السرية التي حملت الرقم 4101 تخبر أن يوسف هواش قبل اعتقاله إثر حادث المنشية كان يشغل فوق الأرض وظيفة عادية بالجمعية التعاونية للبترول، بينما كان تحت الأرض قائداً بالجهاز السري لجماعة الإخوان وتحديداً لفصيل جنوب القاهرة. لو لم يكن هذا الشخص موجوداً في تنظيم سيد قطب لاختلقه سيد قطب اختلاقاً من العدم، لأنه يحتاج شخصية قلقة زي شخصية سيد قطب بكل ما يموج بها من اضطرابات وبحث عن الهوية ومخاوف إنسانية طبيعية في حالته وهو يواجه مجتمع ويواجه أفكار، وهذه الشخصية لابد أن تستند على صاحب/صاحبة. في حالة سيد قطب لم تكن الأنثى موجودة في حياته.
بين تلك الجدران التي ضمت قطب وشريكه هواش دونت المسودات الأكثر تطرفاً من كتاب قطب الأشهر في ظلال القرآن وكتيبه الأكثر عنفاً معالم في الطريق. هنا كانت الحاضنة التي أنضجت أفكار قطب الشهيرة عن الجاهلية والحاكمية، والتي تسربت تباعاً إلى أعضاء الجماعة في ليمان طرى والسجون الأخرى. بعضهم وافقت تلك الأفكار هواه، وآخرون عارضوها. دخل إلى القرآن الكريم فخرج منه بالحاكمية والتكفير، خرج منه بالجاهلية، خرج منه بالفرقة الناجية، خرج منه بحتمية الصدام، خرج منه بالولاء والبراء، خرج منه بنظرية انقطاع الدين عن الوجود، خرج منه بأن الرجل الذي يقف فوق رأس المئذنة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشد كفراً من الكفار الأوائل قبل مجيء الإسلام. إخوان داخل السجن، داخل السجون في هذه الفترة حصل انقسام ضخم جداً هائل بينهم وبين بعض، سواء في سجن قنا أو في السجن الحربي أو في غيرها من السجون اللي كانوا موجودين فيها، حول الأفكار الجديدة لسيد قطب. لماذا؟ لأن مشكلة أفكار سيد قطب أنها أفكار عامة، وعمل الفقيه أو الفقيه على وجه الخصوص أنه يخصص العام، يعني المطلق يضع له الضوابط التي تقيده. كل كلام سيد قطب كلام مطلق وعام. نحن أمام شخص صاحب خيال خصب، صاحب قلم سيال، لكنه لم يكن في يوم من الأيام عالماً متمكناً من الأدوات والعلوم التي تمكنه من أن يدخل على القرآن الكريم فيحسن الإعراب والإبانة عن المعاني المودعة في تلك الألفاظ. حميدة قطب إبراهيم، فتاة البريد السري للجماعة، أخذت على عاتقها في رفقة شقيقتها أمينة وبكل حيلة نسائية مهمة تهريب مسودات كتاب الشقيق الأكبر وتعاليمه إلى خارج الأسوار. أفكار قطب ربما ماتت في مهدها لولا أن حميدة كانت تحملها إلى العقار رقم 17 في الشارع السادس بمنطقة ألماظة في مصر الجديدة. جوف هذا العقار لم يكن هادئا على هذا النحو. في ظلال القرآن ومعالم على الطريق، أمينة هي اللي حميدة هي اللي تولت إخراجهم من السجن بالتهريب. كانت بتهربهم من خلال اتقال انه وقتها كان ورق القضايا اللي كان بيطلع، او كان الاوراق اللي كان ممكن يتحط فيها بعض الاطعمه او كده، لكن كانت في وسائل ما بالتحايل، ومع انه اداره السجن وقتها ما كانوش بيتجرؤوا قوي على تفتيش النساء، وده تحديدا في الفتره اللي هو دخل فيها من 54 ل 64 في القضيه الاولانيه اللي هي القضيه اللي كانت متعلقه بحادثه المنشيه. القضية دي خرج في ظلال القرآن 30 جزء، الأول 12 وبعدين 18 خرجوا في أوراق متفرقة على يد حميدة قطب. وبعد كده الجزء من بعد 62 لحد 64 خرج معالم على الطريق اللي هو الكتاب المرشد لفكر سيد قطب، واللي اعتمده الهضيبي وقتها كجزء مهم جدا من كتب إعادة إحياء التنظيم بشكل مختلف. هنا ومن خلف ستائر مسدلة، امرأة أربعينية أدارت كل شيء بأذرع متعددة، زينب الغزالي الجبيلي أو الحاجة زينب الغزالي، التي كانت ومن خلال شقيقتي قطب حميدة وأمينة جسراً عبرت من فوقه أفكار قطب التكفيرية إلى المرشد والخلايا النائمة وإلى العالم كله.
زينب الغزالي في البداية راحت تقول للحسن الرضيبي اللي كان يعتبر مرشد للإخوان المسلمين في هذا الوقت، وأطلعته على مضمون هذه الموافقة، قال لها هو وشأنه، لا قطع عرق ولا سيح دم زي المثل المصري ما بيقول. فزينب الغزالي اعتبرت دي موافقة على أنها تديها للمترددين عليها من الإخوان المسلمين. بقى المحور الفكري أو الدراسة الفقهية اللي بتدرس لهذه المجموعات هي أفكار السيد قطب اللي بعد كده جمعت في كتاب معالم على الطريق. زينب كانت هي العقل الأكثر قدرة على أنها تدبر كل شيء، وقضيتها المشهورة كانت بوقاع ثابتة بفلوس وجدت في بيتها، بإحياء عملية تنظيم هي نفسها كتبت عنه بدأت من سنة 57 واستمرت لحد ما تم القبض عليها. زينب الغزالي أدارت علاقتها بالتنظيم في المسارين، مسار التنظيم القائم بالفعل اللي هو ملاحق ومشتت ولكن على رأسه مرشد هو حسن الهضيبي اللي هو كان أميل للهدوء وما كانش متشبع. أنا بظن أن الهضيبي يمكن لأنه دخل التنظيم متأخر لأنه كان في توافقات على اختياراته، ما كانش من جوه مكتب الإرشاد مثلا على سبيل المثال، فكان هو رجل أميل للهدوء لإدارة التنظيم بشكل سياسي هادي. هي كانت بتتعامل مع الهضيبي في هذه المساحة بكل ذكاء، لكن في نفس الوقت هي كانت قادرة أنها تدرك أن الظرف التاريخي ممكن يخلق زعيم تاني، فاشتغلت على الزعيم التاني، فقدرت تعمل هذا التوازن لحد ما استطاعت لحد 65 أن يتحول سيد قطب هو تنظيم الإخوان المسلمين وأن يكون الإخوان المسلمون هم سيد قطب. يرى بعض المراقبين أنه لولا نساء الجماعة المعروفات باسم الأخوات وعلى رأسهن الحاجة زينب لما قام للإخوان قائمة عقب خريف 54، بل ويذهب البعض إلى أن النساء من أعمدة كل تنظيم سري. في تحديداً ثلاث نساء هما الأكثر وضوحاً في تاريخ الجماعة في تلك المرحلة، أمينة وحميدة قطب وارتباطهم بسيد قطب بشكل مباشر وحتى تورطهم في القضية كمان معاه، وزينب الغزالي. حميدة وأمينة ارتباطهم بسيد قطب قبل ما يكون ارتباط فكري، وهم طبعا كانوا منخرطين في نفس الفكر، كان ارتباط أبوي لحد كبير. النساء هم اللي حافظوا على كيان هذا التنظيم وهم اللي خلقوا القاعدة الجماهيرية لهذا التنظيم منذ البداية. زي ما البيت ما بيمشيش من غير امرأة، التنظيمات والأخويات السرية لا تلتصق في بعضها البعض ولا تقوم بهذا التماسك وهذه الاستمرارية بدون نساء. تقدر تعرف قد إيه المرأة حاضنة للفكر التنظيمي وقادرة على التربية والتنشئة التنظيمية بشكل يعجز عنه الرجال. يعني أنا يمكن أن أجندك كرجل بسهولة، أعرف مدخلك وأعرف أرضيتك ونتناقش عدة مناقشات وأجندك من مدخل نفسي ما أو مدخل اجتماعي ما، لكن أن أربي كائن غير مجند من الخارج، يعني أخلقه داخل حضانة الجماعة، هذا لا تقوم به إلا النساء. أمرر سراً أفكار التنظيم على مدى زمني طويل، هذا لا يحدث إلا على أيدي نساء الجماعة. أولاً لأنهم أمنياً بيبقوا بعيدات نسبياً عن النظر مقارنة بالذكور أو بالرجال، ثانياً لأن ده مهمتها الفطرية أن تحفظ المنظومات النظرية والفكرية والقيمية في كل المجتمعات. هي اللي هتاخد ورق التنظيم، هي اللي هتمرره سراً دون أن تكون تحت عين أعين الأمن، هي اللي هتنبهر بهذا الذكر بالأفكار الباهرة اللي بيعدها إنه لأجل عينيها هيغير العالم، عينيها هي وكل النساء، وسيحفظ نساء الأمة بأفكاره الثورية وبإحكام قبضته على المنظومة وكذا وكذا. هذا الرجل اللي بيكلمها بالقانون وبيكلمها باللغة الجميلة وبيكلمها بشاعرية الاستشهاد وبالقدرة على حمل السلاح وبالقدرة على صناعة الديفايسز المتفجرة، هذا الرجل باهر لأي امرأة. يعني لا تستكثر على زينب الغزالي أو سواها، ولا أريد أن أشخصن الأمر، أن تنبهر البنات الأوروبيات الفاتنات التي جندنا في تنظيم داعش، كان هذا أحد المداخل لهن. في بيت زينب الغزالي نضجت اللقاءات بينها واثنين من أهم الفاعلين بقضية تنظيم 65
وكلاهما قادمان من الصفوف الخلفية بالجماعة. الأول عبد الفتاح عبد إسماعيل. التقرير السري للمباحث العامة عنه عريض. تاجر سبق اعتقاله عقب عام 54 قبل الإفراج عنه. عرف عنه التعصب للجماعة، ويعد من هؤلاء الذين يفضل الأمن عدم مغادرتهم محل إقامتهم وملاحظة نشاطاتهم خلال أعياد ثورة يوليو. فيما بعد لن تتحمله قدماه وهو على بعد خطوات من نهاية قصة حياته. الثاني علي أحمد عبد عشماوي. عمل كاتباً بالشركة المصرية العامة للأساسات، نموذجي لأي تنظيم حركي. كونه بلا أي تاريخ مسجل سابق على ضبطه. فيما بعد ستتمنى جماعة الأخوان لو لم يولد علي عشماوي من الأساس. وكانت زينب الغزالي تمد كليهما بكتابات قطب أولاً بأول، فضلاً عن تعليماته لهما من داخل السجن بضرورة قراءة تفسير سورة الأنعام من الطبعة الثانية لظلال القرآن. تنظيم 65 لما بدأ يتشكل وبدأ يتكون ما تمش في مرحلة واحدة. البداية الحقيقية لتنظيم 65 كانت عبارة عن مجموعة من الخلايا الإخوانية اللي تكونت بشكل غير مباشر، وكانت مجموعات متناثرة ملهاش قائد ملهاش زعيم. زينب الغزالي كانت هي البداية الحقيقية لتأسيس تنظيم 65. إزاي؟ زينب الغزالي في أحد لقاءاتها مع عبد الفتاح إسماعيل اقترحت عليه سنة 1957، ودي كانت البداية الحقيقية لتجميع بعض الخلايا الإخوانية اللي بدأت تتكون بشكل غير مباشر وبشكل متناثر بدون قيادة مركزية من أجل الصدام مع النظام السياسي الحالي. تم التوافق بينها وبين فتاح إسماعيل، و حصل حوار بينهم ان هم مش هيتحركوا بشكل رسمي وبشكل فعلي الا بالعوده لراس التنظيم او راس الجماعه في تلك المرحله، وهو حسن الهضيبي. اتكونت خمس مجموعات فعليه، وكل مجموعه كان لها قياده مباشره. الخمسه اللي اسسوا البدايه الحقيقيه لتنظيم 65 كانت عبد الفتاح اسماعيل وعبد الفتاح الشريف واحمد عبد المجيد وعبد العزيز علي وعلي عشماوي. اللي كان مهمين جدا نمره واحد علي عبد عشماوي، علي احمد عبد عشماوي، نمره اثنين احمد عبد المجيد عبد السلام، اللي تقريبا كان مخابرات هذا التنظيم. علي عشماوي كان كل حاجه، السلاح، الاموال، التمويل، سفر للسعوديه عشان يجيب فلوس ويجيب سلاح. وكان عبد الفتاح إسماعيل قد طلب وساطة زينب الغزالي لدى مرشد الجماعة حسن الهضيبي كي يمنحه ضوءاً أخضر لإحياء التنظيم على الأرض. أقرت زينب الغزالي في التحقيق معها بعد ذلك أن المرشد رد بأن كل ما فيه صالح الإسلام لا يستطيع منعه. إجابة الهضيبي التي تركت الباب مواربًا كانت لائقة بمستشار قادم من منصات المحاكم وللتو فالتة رقبته من حبل مشنقة حادث المنشية. الهضيبي كان رمز. أنا عايزة أقول إن هو الهضيبي في تلك المرحلة من 54 كان رمز. حتى لما تورط في قضية 65 هو الراجل ما كانش من الأساسيين فيها، لأنه كان رمز على بقاء على التنظيم القديم الذي أسسه حسن البنا. لكن التنظيم الحقيقي والعقل والروح كانت بتيجي من سيد قطب في السجن. حسن الهضيبي كان عنده نوع من المراوغة البناوية، يعني هو كان بيسير على فكر حسن البنا، فكرة المراوغة في تلك المرحلة، وهو ده اللي كان محل الاعتراض عندما طرح سيد قطب أفكاره. حسن الهضيبي كان موافق عليها وكان بيعتبرها
على المستوى الشرعي صحيحة وسليمة في 100%، لكن كان بيعتبرها خطأ من الناحية السياسية. حسن الهضيبي كان عنده صقر مع جمال عبد الناصر لأنه وحس أنه تهان في تلك المرحلة، فكان بيرغب في من يلعب عن يعني أو يعني يقوم بديلا منه بنوع من الانتقام بالوكالة. لكن من الواضح أن حسن الهضيبي عن طريق زينب الغزالي على وجه الخصوص كان يدعم هؤلاء الشباب، وكان يعني ايه قال حتى ان المجموعات القديمه عملت ايه سيبوا هؤلاء الشباب يشتغلوا. كان من بين هؤلاء الشباب الذين باركهم الهضيبي اثنان انتقاهما عبد الفتاح اسماعيل للجماعه. الأول طالب بكلية طب جامعة عين شمس، ليس له تاريخ سياسي مسجل قبل ضبطه، سكن العقار رقم 1 شارع عاطف بركات بمصر الجديدة. تعرف عليه عبد الفتاح إسماعيل بمسجد بجوار المنزل، نصحه بقراءة كتابات المودودي وقطب حتى انضم للجماعة. هذا الشاب صار فيما بعد واحداً من أشهر صقور الجماعة وأكثرها تطرفاً، محمود عزت. الثاني معيد بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، ليس له تاريخ سياسي مسجل قبل ضبطه، جنده عبد الفتاح إسماعيل. آمن بجاهلية المجتمع وأن الحكم الجاهلي يطاع بالاضطرار فقط. هذا الشاب سيصبح فيما بعد المرشد العام للجماعة، محمد بديع. طب مين يا جماعة تنظيم 65 ده؟ طبعا في شكري مصطفى اللي طلع جماعة المسلمين، اللي هو بيقول له جماعة اسمها اللي هو اتسمت اعلاميا بجماعة التكفير والهجرة. من تنظيم 65 ده خرج مين؟ بديع اللي هو كان مرشد ايام حكم الاخوان، محمود عزت اللي هو اهم واحد في التنظيم، وبعد سجن المرشد هو اللي يقود تنظيم اللي هو اللي هو كان نائب المرشد، منهم ابراهيم منير اللي هو في ظل اختفاء الاثنين بديع بالسجن ومحمود عزت بالاختفاء فبقى ابراهيم منير، كل دول اعضاء تنظيم 65. يعني التنظيم بالافكار دي هو في لحظه ما وصل لسلطه ان هو يدير دوله. وفي ظل المرشد الباهت حسن الهضيبي استحال قطب مرشداً روحياً لكل الخلايا الكامنة المتعطشة للتحرك. طبيعة تكوينه وكتاباته من داخل السجن كانت تلبي في أرواحهم شهوات الصدام. لما تجيب لي راجل قانون، راجل عنده ضوابط لغوية وضوابط عقلية، بيكلمك بالحجة وبيرتب الحاجات المكعبات فوق بعضها عشان يوصل حيث وحيث وحيث وبما أن، فإذن هذا الرجل لا يناسب مجند راديكالي داخل يقلب الدنيا يقلب الترابيزة. فطبيعي لما يجي سيد قطب بعينيه الجاحظتين يبص في عينيا ويقول لي أنا بوعدك بالخلود إما بالاستشهاد أو بإحداث تغيير بالكامل، هتبع هاتين العينين الجاحظتين دون تفكير. أطروحة سيد قطب بأكملها تدور حول فكر التكفير وحول أطروحة فكرية مريضة تولدت في حال السجن بكل ما يتعرض له الإنسان من حال نفسي منطوي أو معذب أو قلق. ومن أدوات صناعة العلم عند علماء الإسلام أن يمارس الإنسان الفكر والفقه والنظر في حال سكون نفس، ولا تشتت النفس بحال جوع أو فرح شديد أو غضب شديد أو برد شديد أو ألم شديد، حتى ورد في الحديث الشريف لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فوقف منها الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي وقفة تحليل عبقرية في كتاب المستصفى في أصول الفقه، حيث ذكر أن ذكر الغضب وأنه مشوش ومانع من استقامة الفكر وسداد النظر في القضاء، ليست القضية فيه عين الغضب، بل يشترك معها كل ما كان في معناها من معاني البرد أو الألم أو الجوع التي تشوش الخاطر وتجعله ليس قادراً على أن يخرج نظر سديد فيما يناقشه.
يدخل في هذا من أوسع الأبواب كل فكر وكل الكتاب وكل الكتابات التي خرجت من رحم السجون، الذي نستطيع أن نسميه بفكر السجون أو فقه السجون. وكان سيد قطب نموذجا صارخا لهذا. وإن كنا لا نستطيع أن نحصر سبب تورطه في التكفير بمرحلة السجن نظرا لوجود البذور الأولى من الفكرة في كتابات سابقة على مرحلة السجن، مما يدل على أن التكفير عنده كان انحرافا حادا في مزاجه وطبعه، الرافض للآخر، المستأثر بالحقيقة، المعتدي على حقائق الدين والمتسلط عليها بدون فقه ولا علم ولا نظر، فإذا به قد خلص في نهاية المطاف إلى النظر إلى الآخرين بعين التكفير، ثم ازداد هذا حدة وتعقيدا بفترة السجن التي مر بها. حميدة وأمينة وزينب وعبد الفتاح وعشماوي وعديدون غيرهم كانوا على موعد مع خروج سيد قطب مبكرا من سجنه بعفو صحي في 26 من مايو أيار عام 64. المذكرة السرية لإدارة المباحث العامة أشارت إلى أن حميدة قطب علقت على الإفراج عن شقيقها بأنه قد تم استجابة لمطلب بعض المسؤولين العراقيين. خرج قطب من السجن، التقى الأب الروحي بأبنائه المنتظرين، لكنه سيعود من جديد، سيعودون جميعاً. بدأ أن العقيد شمس في ديوان وزارة الحربية قد استبق الأستاذ سيد في عمق الجماعة بضربة قاصمة. تم اللحاق بالتنظيم قبل أن يفجر قطب ورفاقه قناطر مصر الخيرية. حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار. عاش الجندي يما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد حرار. وسمعنا بيقولها قوية باسم مبادئ أم أبية، وسمعنا بيقولها قوية باسم مبادئ أم أبية. أنا خط هجوم ودفاع، أنا رمز سلام وصراع، أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع. أنا خط هجوم ودفاع، أنا رمز سلام وصراع، أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع. حيوا معايا قولوا معايا الشمس، ما حسيت بيها عليه، فرشت نوره وكبر الزرع وهو مداري عليه. عاش الزرع يوم الشمس، ما حسيت بيها عليه،